السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بجميع المتابعين إلى هذا الفيديو الجديد الذي سنشرح فيه منح الحكومة اليابانية. هذه المنح التي تعتبر أفضل منح على مستوى العالم، لأنها تعفي الرسوم الدراسية وكذلك تعطي راتب شهري يقدر ب 1300 دولار بالإضافة إلى تذاكر سفر وبقية المميزات الأخرى. كما أن هذه المنحة متاحة لجميع الدول العربية، والسفارات اليابانية قد أعلنت عنها في جميع الدول العربية، وسنوضح ذلك إن شاء الله في هذا الفيديو. قبل أن نذهب إلى تفاصيل هذه المنح، نرجو منكم دعم القناة، إعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة حتى نستمر في نشر المنح الدراسية وتوضيح التقديم لها. إذن ننتقل الآن إلى تفاصيل هذه المنح والتي أعلنت عنها السفارات اليابانية في جميع البلدان. إذن أعلنت السفارات اليابانية في عدد كبير من الدول العربية عن بدء التقديم لمنح الحكومة اليابانية للعام 2022، والتي تعتبر من أفضل المنح في العالم من حيث التمويل والتخصصات المتوفرة والعدد الكبير من المنح. الإعلانات إن شاء الله سنضع الروابط إن شاء الله في صندوق الوصف أسفل الفيديو لجميع الإعلانات في جميع السفارات اليابانية في الدول العربية، وكذلك بالنسبة للطلاب آخرين من الدول الأخرى سنضع لهم رابط لجميع السفارات إن شاء الله. بالنسبة للجهة الممولة لهذه المنح هي الحكومة اليابانية ممثلة بوزارة التعليم العالي اليابانية. أما بالنسبة للغة التدريس فهناك اللغة اليابانية وكذلك اللغة الإنجليزية. الجنسيات المسموح لها بالتقديم وكذلك المراحل الدراسية المتاحة. بعد أن قمت بزيارة مواقع جميع السفارات اليابانية في جميع الدول العربية، قمت بإعداد هذا الجدول الذي يلخص جميع المراحل الدراسية المتاحة في كل دولة. بالنسبة لدولة مصر كما تلاحظون متاح التقديم للمعاهد المهنية والتقنية وكذلك البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. إذن جميع المراحل متاحة بالنسبة لطلاب مصر، وآخر موعد للتقديم سيكون 18 مايو 2021 بالنسبة لطلاب الماجستير والدكتوراه، و23 مايو بالنسبة لطلاب المعاهد المهنية والتقنية والبكالوريوس. أما بالنسبة لطلاب اليمن متوفر فقط الماجستير والدكتوراه، وسيكون آخر موعد للتقديم 31 مايو 2021 بالنسبة للطلاب الذين سيقومون بالتقديم في السفارة اليابانية في صنعاء، لأنه لديها فرع في صنعاء لا زال مفتوح حتى الآن. أما بالنسبة للطلاب الذين سيقدمون في السفارة اليابانية في الرياض فيمكنهم التقديم حتى تاريخ 22 مايو، إذن آخر موعد للتقديم سيكون 22 مايو بالنسبة للسفارة الموجودة في الرياض. أما بالنسبة لطلاب العراق فمتاح الماجستير والدكتوراه، وآخر موعد للتقديم سيكون 30 مايو 2021. كذلك بالنسبة للأردن متاح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وآخر موعد للتقديم 3 يونيو 2021. أما بالنسبة لطلاب لبنان فجميع المراحل الدراسية متاحة في هذه المنحة، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وكذلك طلاب المعاهد المهنية والتقنية، وسيكون آخر موعد للتقديم تاريخ 25 يونيو بالنسبة طلاب المعاهد التقنية والبكالوريوس، و4 يونيو بالنسبة للماجستير والدكتوراه. وهذه المعلومات موجودة في صفحة السفارات والذي سنضعها إن شاء الله في الرابط أسفل الفيديو. بالنسبة لسوريا فقط متاح الماجستير والدكتوراه، وآخر موعد للتقديم سيكون 24 مايو 2021. أما بالنسبة لطلاب فلسطين فكذلك الماجستير والدكتوراه متاحة، وآخر موعد للتقديم سيكون 8 يونيو 2021. ننتقل الآن إلى بقية الدول. كما تلاحظون الآن الصومال متاح الماجستير والدكتوراه، وآخر موعد للتقديم 21 مايو، وكذلك السودان متاح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وآخر موعد للتقديم 27 مايو. أما بالنسبة لتونس فمتاح المعاهد المهنية والتقنية، وكذلك الماجستير والدكتوراه، وآخر موعد للتقديم 28 مايو. وبالنسبة لعمان فقط متاح الماجستير والدكتوراه، وآخر موعد للتقديم 5 يونيو. أما بالنسبة لقطر فمتاح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وآخر موعد 10 يونيو 2021. وبالنسبة للسعودية متاحة جميع المراحل الدراسية، وآخر موعد للتقديم 31 مايو 2021. أما بالنسبة للمغرب فآخر موعد للتقديم سيكون 26 مايو، ومتاح فقط الماجستير والدكتوراه. أما بالنسبة للإمارات فمتاحة فيها البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وآخر موعد 26 مايو. بالنسبة للتمويل ومميزات هذه المنحة، تعتبر أفضل منحة على مستوى العالم، لأنها تتكفل أولا بسنة تحضيرية لدراسة اللغة اليابانية كما تلاحظون أمامكم.
أمامكم. كذلك إعفاء الرسوم الدراسية كاملة لمدة 5 أو 6 أو 7 سنوات بحسب عدد سنوات دراسة التخصص. كذلك المنحة تقدم تذاكر طيران مجانية للذهاب والعودة عند انتهاء الدراسة. أما بالنسبة للراتب الشهري فيعتبر أكثر راتب ويعتبر مميز جدا، حيث تقدم المنحة راتب 1100 دولار بالنسبة للمعاهد الفنية والمهنية والتقنية، و1100 دولار كذلك للبكالوريوس، و1320 دولار بالنسبة للماجستير، و1330 دولار بالنسبة لطلاب الدكتوراه. أما بالنسبة للسنة الأولى سنة دراسة اللغة اليابانية أو التحضيرية ستعطي راتب لجميع الطلاب 1312 دولار، وكذلك المنحة تقدم دعم للأبحاث البسيطة شهريا بمقدار 30 دولار لجميع الطلاب. هذه هي تمويل ومميزات المنحة، والتي تعتبر أفضل منحة على مستوى العالم. بالنسبة لشروط التقديم والتخصصات والوثائق المطلوبة وكيفية التقديم إن شاء الله سنشرحها في الفيديوهات القادمة، تابعونا حتى نستكمل شرح هذه المنحة. لا نريد أن نطيل هذا الفيديو أكثر من اللازم، وسنتطرق إن شاء الله تفاصيل المتبقية إن شاء الله في الفيديوهات القادمة من الوثائق المطلوبة وكذلك التخصصات وشروط التقديم. بالنسبة للتخصصات هناك تخصصات مميزة جدا، الطب والهندسة وتخصصات أخرى سنوضحها كاملة. إذا أردتم التقديم عبرنا مقابل رسوم رمزية يمكنكم التواصل واتساب على الأرقام التالية كما واضحة أمامكم. سنقوم تجهيز بعض الأوراق التي تحتاجونها وكذلك بتعبئة الفورم واستمارة التقديم الخاصة بهذه المنحة ومن ثم إرسالها للسفارة. نتمنى دعمكم إن شاء الله. هذا هو الفيديو الأول، الجزء الأول من هذه المنحة. نرجو منكم دعم القناة، إعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة حتى نستمر في نشر المنح الدراسية وتوضيح التقديم لها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.